حجية من وين جاية؟ أنا من بغداد حيقور. إيش قد عمرك حجية؟ عمري 60 سنة. 60 سنة، الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. طيب حجية، أنت شنو جاي تسوين بالساتر الأول؟ يعني هذا مو خطر؟ أنا أفتش على ولدي، دول كلهم ولدي، إيش محتاجين؟ أنا عندي خيمة موكب عندي، بلش محتاجين مثلا أسوي لهم خمرة، بيبسي أجيب لهم، أكل، ملابس، شوف شو يحتاجون، كل الاحتياج أجي كل كم ساعة أجي شوف احتياجاتهم. مش محتاجين اجيب لهم. طيب حجيه تعتقدين الثوره راح تنجح هذه الثوره؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعزمهم وصمدهم. عزم ولدنا انا طالب ولي حق ان شاء الله ننتصر ونطلب الوطن ويا اخوتي. نريد كرامه، ما يهمنا هذا، حتى العلم العراقي شوفوا راسمينه، ما يهمنا، خلنا نستشهد، هذول اخوتنا، هذول اخوتنا، احنا طالعين طالبين الوطن، مظاهرات سلمية، لكن هم ما جاي يواجهونا، ما يقدرون، ليش ما يطلعون، ليش ما يواجهونا، هم بايقيننا. احنا عنا الفخر، العراق الى الفخر، لان احنا مرتاحين والله العظيم، ناكل مي شراب موز كباب، شو تريد؟ تريد انطيك متغدي بعد اختك على راسي؟ انت وذول اخوتي المظاهرين، انا غير تطلعتني ويا اخوتي، شلون اخوتي بالشارع يطلبون بحق، أنا زوجة الشهيد جيت وياهم، جيت وياهم، هم ما مخلين بعوز، لكن جيت وياهم، هذا وطني، هذا بلد العراق، خلي يطلعوني يشوفون نشرهم، ما ريتهم عمي، ما ريت، شنو سوى هاي 18 سنة أنا زوجة الشهيد، شنو طوني بيت قاعدة إيجار، هم خدم بس الإيران، سوى؟ خدم بس الإيران، ما حد يتدخل، لا إيران ولا أي واحد، ومريد لا المالكي ولا العبادي ولا ناجحة ولا حنونة الخاتلة ولا ناجحة الباقيتاي مال الشهداء، كل قطرة بذمتهم والله نخلع عيونهم نطلعها، هاي القطرة مال دم الشهيد نطلعها من يمهم، ما يخلصون ولا يتقارسون ويا العراق، لأن العراق بلد الخيرات، أبو البصرة، أبو العمارة، ابن السماوة،